عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة تسنيم الجيج، اليوم هشرح في هذا الفيديو أمراض الفاسكولايتس ديسيز تحت إشراف الدكتور محمد طه. الفاسكولايتس ديسيز هي عبارة عن change in the wall of the blood vessels. the blood vessels حكينا في منها large، في منها small، وفي منها medium. يعني أنا عندي أوعية دموية كبيرة وصغيرة وسطية، وكل مرض بيصيب نوع من أنواع the blood vessels هاي. أي change in this wall of blood vessels بيؤدي إلى sequence of events، أحداث أو من الأحداث بتؤدي لدمج أو necrosis أو inflammation in this disease. بدي أنا وهنا لشغلة إنه this disease are most of them or all of them rare، يعني أمراض نادرة جدا، من بين 100,000 حالة بيصير عندي من 3 لـ4 حالات، وأحيانا بيكون عدد الحالات أقل. في هذا الفيديو we can discuss just five type of this disease: vaginal granulomatosis, polyarteries nodosa, Kazwaki disease, giant cell temporal arteries, وtaxia arteries. المرض الأول اللي هو vaginal granulomatosis. The definition of this disease, we can define it extremely long term disorder of this formation of granulomatosis and inflammation in blood vessels. It form affect small and medium sized vessels in many organs and the most affect over respiratory tract, lung or kidney. يعني هي عبارة عن التهابات تحدث في الأوعية الدموية الصغيرة أو متوسطة الحجم، ممكن تأثر على الكلية، على الرئتين، وعلى respiratory tract. في عندي pathogenesis معينة أو ميكانيزم معينة بتسبب حدوث هذا المرض في جسم الإنسان. أنا هنا حاطة شكل الميكانيزم و explain it يعني بصوتي هشرحها. أول إشي أنا عندي حاجة اسمها PMNS. PMNS هي عبارة عن جزيء أو مصطد معين بيكون أكتف. بيجي حد بيقولي طب هو ما في شيء بالدنيا أو ما في شيء بالجسم بيكون أكتف without reason، أو هو نشط لازم يكون نشط لسبب ما. اللي بيخلي هذا PMNS نشط واللي بيسبب trigger event of pathway of vaginal disease هي شغلة اسمها ANCA. ANCA اختصار لأنتي نيتروفيل سيتوبلازميك أنتيبادي. أنتي نيتروفيل سيتوبلازميك أنتيبادي اللي هي عبارة عن مواد بينتجها الجسم عشان يهاجم الفيروس والبكتيريا. لكن في حالة أنا عندي vaginal disease هنا أنا بكون بهاجم النيتروفيلز as a foreign body، لكن هي عبارة عن خلايا مناعية موجودة في الجسم already وأنا بتعامل معها أنا جسم دخيل، وهذا نوع من أنواع الأوتوميون disease اللي حكينا وتعرفنا عليهم في chapter 2. PMNS وقت بيصير active حيعمل interaction مع الدنتريك سيل. الدنتريك سيل بتكون unmature وبعد كده بتصير mature. هذا التفاعل حيعمل activation لل BR3. BR3 اللي هو auto antigen vaginal أو الأساس في عملية pathogenesis of vaginal disease. هذا بيخلي maturation of dentric cell. الدنتريك سيل حتتحول من unmature dentric cell لmature dentric cell أو antigen presenting cell اللي هي مستعرض الأجسام المضادة اللي تعرفنا عليها برضو في شابتر 2 مع الدكتور محمد. الدنتريك سيل وقت بيصير لها ماتوريشن بتعملي وايد ريسبونس اميونيتي، استجابة مناعية واسعة جدا، والاستجابة المناعية الواسعة جدا بتكون ان نورمال، غير متوازنة او مش في الاوبتيمال ليفل تبع التي هيلبر سيل او التي سيل بشكل ما. فالتي هيلبر سيل وقت بيصير لها سي ان نورمال اكتيفيشن بدخل في حالة سيكونس اوف ايفنت، هذه بتكون ريزلت اوف انفلاميشن، يعني الاستجابة الغير متوازنة للتي هيلبر سيل ادت بشكل ما لفورميليشن اوف جرانيولوتوسيس ماثز، وهي كتلة معينة بتهاجم الناتشرال تيشو او الوول اوف بلاد فيزلز وبتعمل له دمج، وممكن احيانا تسبب في النكروسيس. هنا عندي two types of cytokines بتعمل enhance of pathway for this inflammation اللي هي interleukin 1 و interleukin 8. هدول two types of cytokines بيعملوا لي تعزيز للباثوي للالتهاب في هذا المرض.
causes أو الأسباب اللي بتسبب الوجن رياكشن بشكل ما هي مش معروفة، لأنه إحنا بنحكي عن أمراض نادرة كتير، فصعب إنه أنا أعرف إيش التريجر إيفنت الأساسي اللي بيسبب إنه يصير عندي مهاجمة للنيوتروفيل، فالمهاجمة تاعت النيوتروفيل تعمل لي أنتي نيوتروفيل سيتوبلازميك أنتي بادي، فيصير بي أم أن أس أكتيف، فيرتبط مع الدنتريك سيل وأمشي نفس السلسلة. لكن العلماء يعني أحاجوا هاي الأسباب، حكوا أنه هو مرض غير معدي، لكن إحنا ممكن نقول أنه هي أمراض بتسببها دخول أي فورجن بادي، أو سبب مش متعارف عليه حتى الآن. ممكن أقول أنه بيدخل مواد معينة بتسبب في تنشيط الـ ANCA. المرض الثاني اللي هو البورت أرتيس نودوزا. البورت أرتيس نودوزا هو عبارة عن التهاب بيأثر على الميديم سايز ماسيكولار أو بلاد فيزلز، الأوعية الدموية متوسطة الحجم. الإنفلاميشن بالأول بيبدأ بالإنتيما and include interior wall، وبيعمل destroying للإنترنال والإكسترنال إلاستيك لمانيا. لمانيا هي الجزء الداخلي من الوعاء الدموي، وبعمل فريجمنت فيهم أو بيصير لهم تكسير الطبقة الداخلية والطبقة الخارجية للوعاء الدموي. وإحنا عارفين دائما أنه لما بيصير عندي تكسير في أي شغلة أو degradation، فأنا بصل لحالة أشبه بالنكروسز، يعني أشبه بالنكروسز، والنكروسز هو death of cell يعني موت للخلايا. بيحكي لي هنا البورت أرتيس نودوزا بيصير لها development in weakened vessel carrying subcutaneous risks of hemorrhage، يعني في blood vessels الضعيفة ممكن انه تتطور هاي الحالة المرضية وتأثر كمان على تأدي لنزيف او اي اشياء اخرى. يعني هنا كمان بدي انوه انه التهاب الكبد الفيروسي سي والتهاب الكبد الفيروسي بي association with polyarteritis nodosa، يعني مرتبطات ارتباط عميق في لانه احياء بيحكي لك في غضون 6 شهور من تشخيص الانسان بالتهاب الكبد الوبائي بي ممكن يتشخص بعد 6 شهور بانه معه polyarteritis nodosa. وانا هنا حاطة صورة المرض، عافانا الله واياكم. طبعا cases of disease هنا حكين انه مرتبط مع ال HBV التهاب الكبد الفيروسي سي وبي. طبعا في عندي اسباب اخرى زي احتساء الكلى او increasing in blood pressure او التهاب الخيصتين عند الرجال، هذا بجانب التهاب الكبد الفيروسي سواء كان بي او سي. وكمان الاستمرار في الانفلاميشن هنا بيؤدي لحاجه اسمها adhesive molecule وريليز اوف سايتوكاينز. احنا عارفين دائما انه السايتوكاينز كل ما كان افرازه اكتر، يعني انا بوصل لحالة الاوتوميون ديسيز او الحالة فرط الحساسية اللي ما بيلزمني. هذا بالنسبة للبورت أرتيس نودوزا. الكاوازاكي ديسيز هو المرض الثالث معنا، وهو عبارة عن انفلاميشن كان دمج تشايلد كوني أرتيس، يعني هي بتصيب الاطفال under 5 years، اقل من 5 سنين بينصابوا فيهم فيها الاطفال. وطبعا هذا مرض برضو من فهمت اسبابه، يعني احنا بنحكي عن اطفال عينة من المجتمع ما نادر انه يدخل لها فورجن بادي، وهو مرض غير معدي، لكن قالوا الأطباء ممكن أنه نحمي أطفالنا عن طريق أنه نمنع دخول الفيروسات أو البكتيريا إلى أجسامهم. عندي باثوي معين أو سلسلة باثوجينيسيس بتصير في مرض الكاواساكي عشان تصيب الإنسان أو الطفل. وهذا المرض ما بيصيب بس البلد فيزلز ان تشايلد، ممكن يصيب الماوث او النوز او الثرت الحلق الفم الانف. وهي زي ما شايفين انه عندي الايد بتكون سولن والرجلين والعيون حمر والتم كمان، يعني تقريبا في كتير اماكن ممكن ينصاب الطفل فيها. الباثوجينيسيس هنا عندي انه كل العلماء اتفقوا انه الكي دي او الكاواساكي ديسيز بيكون في عندي فورجن بادي. الفورجن بادي هذا دخل للجسم فعملي اكتيف اميون سيستم، لانه انا بده يصير عندي ريسبونس معين للجسم اللي دخل. فالفيروس او البكتيريا هاي بيصير لها بايدنج مع مين؟ مع منطقة معينة تسمى في بي. هاي المنطقة موجودة فور تي هيلبر سيل او ريسبتور فور تي سيل.
هذا بيعمل لي يعني البايندينج اوف فورجن بودي مع الفي بي سايت، المنطقه اللي موجوده في التي سيل بتعمل لي وايد اميون ريسبونس، يعني نطاق واسع من المناعه بيصير فيه. وهذا اللي بدي انوه هنا، انه انا تي هيلبر سيل او الخلايا التائيه في هذا المرض بيكون انكريزنج ان نمبر، عددها كبير وعدد الخلايا كبير، يعني هايبر بليزيا زي ما شفنا في شابتر 1. فهذا بيؤدي لسيركشن للسايتوكاينز اللي هو انترلوكين 6، انترلوكين 1B و TNFA و IFN الفا. هدول بيعززوا الانفلاميشن باثوي، يعني بيقووا وبيؤدوا الى وجود حمى وان ذا ميوكوزا ممبرين او ان ذا ثورات. بعد كده بيصير في عندي الاي جي اي انتي بودي محدد او بكميه اقل، بيتم انتاجه بكميه اقل في الوعاء الدموي للطفل. طالما انا بنتج بكميه اقل في الوعاء الدموي، حيكون في عندي حاجه اسمها 1.45 ترايفوسفاتيز و3 كاينيز. هذول الاثنين حيعملوا لي كنترول اكتيفيشن، يعني هم متحكم او مسيطر بعمل التي سيل. لما التي سيل عددها كبير، لانه انا عندي وايد ريسبونس اميون، نطاق واسع، في السيتوكاينز حتنفرز اكثر، فحتعزز الالتهاب ويتسبب sequence of events، سلسلة من الأحداث اللي بتسبب المرض. يعني هو المرض بيبلش من عندنا، أنا عندي فورجن بادي صار في binding مع ال VB site، وبعد كده أعطاني إفراز للcytokines ولا سلسلة الالتهاب. causes of disease حكينا مش معروفات، لكن ممكن إنه إحنا نحاول نبعد أطفالنا عن الفيروس والبكتيريا وإلى آخره عشان ما نضرهم. لكن السبب الأساسي، إيش اللي بيعمل trigger event أو إيش اللي بيخلي يصير عندي binding مع ال VB site، مش معروف حتى الآن. الجاينت تمبرورال ارتيس هذا هو المرض الرابع، وانا بحكي عنه تمبرورال لانه هو بيصيب الانسان في منطقة التمبرورال ارتيس، عشان كده بسميه تمبرورال ارتيس في الرأس. بيسبب مشاكل في الرؤية وصداع دائم للانسان وآلام كبيرة يعني. لكن هنا ممكن نحكي انه السبب الرئيسي في هذا المرض هو تعرض الانسان للشمس لفترات طويلة كتير. السانشاين بتأثر على الانسان وممكن تسبب له هذا الالتهاب. طبعا هنا عندي برضو الكوسز اوف ذا ديزيز مش معروفة، لكن الباثوجينيسيس قدروا يدرسوها بشكل ما، او كان دراستهم إلها اوضح اكتر. الجاينت سيل او التمبرورال ارتيز هو عبارة عن تضخم في الأوعية الدموية. التضخم هذا كان سببه نقص في تروية البلد سبلاي، اقل البلد سبلاي اقل، يعني برضو الاكسجين اقل، فهذا اللي بيؤدي لانتفاخها او تضخمها زي ما شفنا في الصورة اللي قبل شوي. الفورجن بادي حيعمل اكتيفيشن للدنتريك سيل، الدنتريك سيل حتعمل اكتيفيشن للتي هيلبرسيل، تي هيلبرسيل اللي هي سي دي 4. طبعا الدنتريك سيل لما بيصير لها ماتوريشن زي الانتيجين بريزنتينج سيل، الانتيجين بريزنتينج سيل اللي حتكون مستعرض للاجسام المضاده او الانتيجين، فحتعمل اكتيفيشن للتي هيلبر سيل. انا عندي تو تايب اوف تي هيلبر سيل بتعامل معهم في هذا المرض، تي هيلبر 1 وتي هيلبر 17. التي هيلبر 1 بينتج ماده انترفيرون جاما، والتي هيلبر 17 بينتج انترلوكين 17. الانترلوكين 17 بيعمل activation to another types of cytokines، يعني بينشط لي أنواع أخرى من cytokines بشكل ما. هذه الأنواع الأخرى من cytokines شو فايدتها؟ يعني أنا ليش أصلاً بأنتج انترلوكين 17؟ فالانترلوكين 17 بينشط other types of cytokines زي الانترلوكين 1 والانترلوكين 6، هدول بيعملوا enhance for inflammation pathway، يعني بيعززوا أو بيقووا تكوين الالتهاب في هذا الجسم، تكوين الالتهاب في هذا الجسم. وهذا هو المرض الرابع. نجي للمرض الأخير اللي معنا هو التاكياس أرتريز inflammation damage the aorta، يعني هو المرض اللي بيأثر على الشريان الأبهر، والشريان الأبهر احنا عارفين انه هو الشريان اللي بيوزع الدم from heart to all body، يعني من القلب إلى جميع أنحاء الجسم. أنا قاعد بحكي عن من أهم الشرايين اللي في الجسم بدي يصير لها damage، فهذا أمر صعب يعني. وبرضو الاتس مين برانش، يعني هو بيأثر على الشريان الأبهر نفسه وعلى تفريعاته أو توزيعاته.
هانا عبارة عن انه انا عندي في شابتر في شابتر 2 في بداية شابتر المناعة احنا حكينا انه انا عندي 2 types of cell بتكون مشتركة بين ال innate and adaptive immune response اللي هما natural killer cell type T وال T gamma cell. هدول التنتين عندهم receptors. ال receptor هاي بتعمل expression لل MISA cell. ال MISA cell هتعمل selection for perforin substance. ال perforin substance هي اللي بتكون trigger event, يعني وجود هاي المادة هيعمل trigger event for subsequence أو سلسلة من الأحداث اللي بتكون نتيجتها ال inflammation in aorta أو inflammation in blood vessels. هنا بدي احكي كمان ملحوظه انه برو انفلاماتوري, يعني قبل ما تصير عمليه الانفلاميشن وقبل ما يصير سيركشن للبيرفورين بيكون في عندي تايبس اوف سايتوكاينز. التايب اوف سايتوكاينز واللي بتزود لي المونو سيكولار سيل. المونو سيكولار سيل بتزيد تجنيدها او بتزيد عددها داخل الوعاء الدموي, هذا قبل حدوث عمليه الالتهاب. لما بتزيد عددها او تجنيدها بتصير التي هيلبر سيل عددها أقل اللي بترتبط مع الأنتيجين بريزنتينج سيل, يعني الأنتيجين بريزنتينج سيل عليها أجسام مضادة أو مستعرضة للأجسام المضادة, فالتي البرسل بتصير قدرتها على الارتباط بالأنتيجين هاي أقل لدرجة إنها ممكن ترتبط ب 1 or 2, يعني at least at most على الأكتر يعني. والتول لايك ريسبتور هي اللي حتبدأ أو هي اللي حتكون الجاينت سيل. تمام, كيف عن طريق الفورميشن فور انترفيرون ماكروفاج اللي بعد كده حيعمل لي الفي اي جي اي والانترلوكين 23 بيؤدي الى زيادة انطلاق مادة بي دي جي اف وهي اللي بتبدا سيكونس اوف ايفنت عشان يبدا الانفلاميشن. عندي هيات الانتيجين ريكوجنيشن وبعد كده الاي اف ان برودكشن وبعد كده حيصير ديفرنشيشن للماكروفاج. هي سلسلة الاحداث انا حطاهم بصورة وفورميشن للجاينت سيل. التركيس ايتس بعد فترة معينة لما الانسان بينصاب فيه بيبطل انفلاميشن بس بهاي الشريان, ممكن يصير انفلاميشن بالكدني بالهيد, فهذا بيسبب change in this arteries of this organs. لكن لو بدي أجي أحكي إنه في سبب معين سبب هذا الإشي أو سبب التريجر إيفنت للباثوي تاعت الإنفلاميشن اللي عندي, ما في سبب معين أو محدد بيؤدي لبداية التركيسة arteries condition. كل الأمراض اللي إحنا حكينا عنهم أمراض autoimmune disease ناتجة عن فرط المناعة أو unwanted response, يعني مش أنا مش محتاجاهم, عشان هيك بتكون rare يعني نادرة, أصلا نادر الحدوث إنه الجسم يتعامل مع عضو جوا الجسم نفسه لكن يتعامل معه إنه غريب أو جسم مش بر خارج جسم غريب, يعني مش من الجسم الطبيعي. هذه كانت الأمراض كلها اللي هي أمراض نادرة الفازيكولار آيتس الخمسة. إن شاء الله تكون الصورة وضحت ويعطيك العافية يا دكتور.